السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بشرح بعنوان طريقة تصميم الدوارات على برامج أوتوكاد سيفيل 3D. يسمى الدوار باللغة الإنجليزية ب راوندوباوت، ويسمى باللغة الفرنسية ب كارفور جيراتوا. لدينا هذين الطريقين، نود إنشاء الدوار الناتج عن تقاطعهما. أول شيء نقوم به هو تحويل هذين الخطين إلى Alignment. نأتي إلى Alignment، نختار Create Alignment from Objects، نختار الطريق الأول أو الخط الأول، Enter، نوافق على الاتجاه، Enter، تظهر لنا هذه النافذة، كذلك نوافق على هذه الإعدادات في حالتها الديفولت، أوكي، نأتي إلى Alignment، Create Alignment from Objects، نختار كذلك الطريق الثاني أو البوليلان رقم 2، Enter، نوافق على الاتجاه، نوافق على الإعدادات كذلك، أوكي. الآن أصبح العمل مهيئ لإنشاء الدوار. لدينا هنا ملف PDF، سنقوم بتطبيق القيم أو نقل البيانات منه إلى ملف السيفيل 3D. أول شيء نختار الكود الأمريكي، نذهب إلى برامج سيفيل 3D، نأتي إلى Intersections، نختار Create Roundabout، نختار من هنا Specify Roundabout Center Point، نختار نقطة التقاطع، Select Approach Route، نختار الطريق الأول ثم الطريق الثاني، نضغط Enter، تظهر لنا هذه النافذة. كما ذكرنا هنا نختار الكود الأمريكي عفوا. من هنا نأتي إلى هذا الملف PDF، الRG يساوي 20. نأتي إلى برامج السيفيل، من هنا نختار يساوي 20. لدينا هنا الأوتر راديوس يساوي 20، تم تغييره تلقائيا انطلاقا من هذه النافذة المنبثقة. أوكي. الآن نأتي إلى سيركليتوري رود ويدث، ومعناها الحارة أو الحارات الخاصة بالتنقل على الدوار. نذهب إلى ملف PDF، من هنا قلنا الأوتر راديوس يساوي 20، قمنا بإدخالها 20. الآن من هنا تساوي 8، Circulatory Road Width تساوي 8. نذهب إلى برامج Civil 3D، نقوم بجعلها هنا تساوي 8. الآن لدينا الأبرون Width يسمى بالفرنسية ب رادي. نذهب إلى ملف PDF، يساوي الأبرون Width يساوي 3. نأتي لهنا نقوم بإدخال القيمة 3. نأتي إلى ملف PDF، نختار الأوتر أوفست يساوي 0.5. نذهب إلى برامج سيفيل 3D، الأوتر أوفست يساوي 0.5، يمكن إلغائه من خلال إزالة هذه العلامة على هذه الخانة، نحن نقوم بالتعليم عليها، لا بأس. من هنا لدينا الأينر أوفست، إلى هنا الأينر أوفست، يعني نلاحظ هنا تظهر هذه الدائرة الحمراء ومعناها الأينر أوفست، ومن هنا الأوتر أوفست من خلال الدائرة الحمراء هذه الخارجية. أوكي. نأتي إلى ملف PDF، لدينا المارك اللاين ويدث 0.3، ونأتي إلى برامج سيفيل 3D، مارك اللاين ويدث 0.3، يعني السمك الخاص به هو 0.3. نفس الشيء نرجع إلى ملف PDF، Number of lines to mark، لدينا 2، معناها حارتين نوافق عليهما. ملاحظة هنا 8 نقوم بتقسيمها إلى 2 تعطينا 4، معناها 4 من هنا و 4 من هنا، يعني كل حارة فيها 4 متر. نأتي إلى ملف PDF، لين مارك اللاين ويدث 0.2، من هنا لين مارك اللاين ويدث 0.2، معناها السمك الخاص به. كذلك نرجع الى ملف PDF، لين مارك اللاين تايب وهو داشد، معناها ان هنا نختاره متقطع داشد، نقوم بإلغاء جميع الليبلز، No labels، next،
نضربين من البي دي اف. لدينا من هنا كذلك الار جي يساوي 20، نختارها من هنا تساوي 20. لدينا الاكزيت راود ويد معناها منطقة الخروج أو طريق الخروج يساوي 4.5، لا بأس نقوم بتركه. ولدينا من هنا على اليمين الانتري راود ويد معناها طريق الدخول. لدينا هنا القوس الخاص بالخروج ومن هنا القوس الخاص بالدخول. كذلك على اليسار exit flyer length وهو البعد من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ومن هنا الخاص بالدخول. لدينا كذلك من هنا exit flyer type يمكن اختياره كارك أو لاين، نحن نختاره في حالته الديفولت ارك. هنا العرض عند المغادرة معناها عرض الطريق عند المغادرة، نلاحظ من هذه النقطة إلى هذه النقطة يساوي 4. ولدينا من هنا عند الويدث ات الابروتش معناها العرض عند الدخول يساوي 3.75، لا بأس نتركه كما هو. نو ليبلز نكست، نذهب إلى ملف بي دي اف. هنا لدينا ار جي يساوي 20، نفس الشيء ار جي يساوي 20. يمكن ترك هذه الاعدادات في حالتها الديفولت من هنا نكست. هنا خاصة بالعلامات المرورية فينيش، نلاحظ ثم تكوين الدوار الخاص بنا، فقط أقوم بالتعديل على السلم من هنا أجعله 1 إلى 100 حتى تظهر لنا هذه البيانات. نلاحظ ثم إنشاء الدوار بطريقة سهلة. الآن أود أن أقوم بالتعديل عليه، كيفية التعديل بسيطة جدا. مثلا أذهب إلى الدوار، أول شيء أقوم به هو اختيار هذه الدائرة أختارها وأأتي إلى Edit Round Above، أختار أي منطقة من الدوار ولتكن هذه المنطقة، أضغط هنا. مثلا أريد إضافة حارة ثالثة، يعني أقوم مثلا بجعل الجميع أقوم بجعل عرض التنقل يساوي 12 والحارات تساوي 3 حارات، يعني كل حارة تساوي 3 متر. أتي لهنا أقوم بجعلها 12، وهنا number of lane to mark أقوم بجعلها 3. next 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 finish، نلاحظ ثم إنشاء حارة ثالثة، يعني هنا 1 2 3، هكذا قمنا بالتعديل عليه. كذلك يمكننا إضافة الأبروتش من هنا، ملاحظة الأبروتش هي باللغة الفرنسية تجدونها تحت اسم Voie d'accès. نأتي إلى Intersections من هنا، أختار Add Approach، Select Circular Area وهي هذه الدائرة. الآن Select Approach، أختار هذا الطريق. ملاحظة يمكننا عمل الاختيار المتعدد، مثلا لو نود أن نقوم بإنشاء الأبروتش من هنا ومن هنا نختارهم في 2 معا، نضغط Enter، نحن نختار واحدة فقط. من هنا RG20 No Labels Next، كذلك تساوي 20 Next Finish. نلاحظ ثم تكوين الأبروتش الخاصة بهذا الطريق، نقوم كذلك بإنشاء الأبروتش الخاصة بهذا الطريق. Intersections Add Approach Circular Area، هذا الطريق. Enter RG يساوي 20 No Labels Next RG يساوي 20 Next Finish. نلاحظ تم إنشاء هذه الأبروتش. توجد ملاحظة مهمة جدا، أقوم بعمل سي أو نسخ للألايمنت، هذا الألايمنت وهذا الألايمنت، أقوم بوضعه هنا وأقوم بإنشاء الدوارات كريتر دوبوت سنتر بوينت
من هنا select approach road. هنا الاختيار مهم جدا، يعني لو تلاحظوا مثلا اختار من هذه النقطة ثم هذه النقطة enter، اقوم بعمل next 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 finish اوكي. نلاحظ ان الاتجاه الخاص بالاوتر الابروتش تم من هنا ومن هنا، اقوم بحذفه ديليت، اتي الانترسكشنز اد ابروتش عفوا كريت راوند اباوت نقطة تقاطع، لكن في هذه المرة اقوم باختيار من هنا ومن هنا انتر next 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 finish اوكي. نلاحظ ان الاتجاه هو من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، يعني طريقة الاختيار في انشاء الدوارات مهمة جدا. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.